أين هذه الأخوة؟ أين هذه الأخوة اليوم في زماننا؟ ونحن نسمع عن أخ لا يكلم أخيه من 5 سنوات ومن 6 سنوات ومن 10 سنوات، وأخ ما بزور أخوه إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي عيد الفطر وفي عيد الأضحى. أين ميثاق الحب؟ قضية مش قضية إنه حي على الصلاة وبيجري على المساجد، القضية مش قضية حي على الفلاح وبدنا نجري على المساجد، القضية مش قضية نفسي في الحلال وفي الحرام ونصنع أنفسنا أننا ملائكة نتقي الله ليل نهار، لكن قلوبنا سوداء، قلوبنا حسودة، تحسد الرجل، تحسد الأعمى على عماه. كان في زمن الصحابة يأتي الرجل إلى أخيه، يعني الرجل عنده ضيق محتاج مال، فيأتي فيضع يده في جيب أخيه دون أن يستأذن ودون أن يطلب، يضع يده في جيب أخيه يأخذ من المال ما أراد وما أراد ثم يذهب. كان الصحابة بعضهم إذا فرقتهم شجرة، شوفوا اليوم مش شجرة، اليوم قضايا في المحاكم، قضايا مواريث وقضايا السرقة وقضايا التعدي على المال العام، قضايا التعدي على الحق، وقضايا الظلم، قضايا ليس لها أول وليس لها آخر. كان الصحابة إذا فرقت بينهم شجرة، يعني يسير في الطريق ويمسك بيد أخيه، فتفرق بين الأخ والأخيه شجرة، فينفصلان ثم يذهبا، فيعود هذا يعانق هذا يقول له لقد اشتقت إليك يا أخي. أين هذه الأخوة؟ أين هذه الأخوة اليوم في زماننا؟ ونحن نسمع عن أخ لا يكلم أخيه من 5 سنوات ومن 6 سنوات ومن 10 سنوات، وأخ ما بزور أخوه إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي عيد الفطر وفي عيد الأضحى. أين ميثاق الحب؟ قضية مش قضية إنه حي على الصلاة وبيجري على المساجد، القضية مش قضية حي على الفلاح وبدنا نجري على المساجد، القضية مش قضية نفسي في الحلال وفي الحرام ونصنع أنفسنا أننا ملائكة نتقي الله ليل نهار، لكن قلوبنا سوداء، قلوبنا حسودة.